برواز عودناكم في فقرة برواز دائما أنه نعرض صورة أو فيديو ونعلق عليها. اليوم بنعرض لكم صورة عبارة عن قرار لجنة الانضباط بإقامة مباراة نادي الشباب المقبلة بدون جماهير نظرا للقضية اللي تتردد كثير وهي رمي قوارير الماء أو علب الماء. وسبق في هذا الموسم أنه أقرت مباراة الاتحاد على أرضه مع النصر بدون جماهير أيضا للسبب ذاته، ودار يومها جدل كبير جدا في مجموعة البرامج. هذه الصورة أمامكم وهي تتضمن قرار لجنة الانضباط. القرار صدر البارحة وكان يعني أقر بأنه بناء على رمي إحدى علب المياه في مباراة الشباب الأخيرة فمن قبل جماهير الشباب، فإن المباراة المقبلة للنادي ستقام بدون جماهير. ثاني حادثة خلال هذا الموسم، الجدل حول هذا الموضوع مستمر، وأتوقع أنه سيستمر ولن يتوقف إلا بوجود حلول واضحة لهذه المسألة. جزء من هذه الحلول سبق وطرحناها في هلا بالعرفج، وطرحها الدكتور أحمد العرفج، بقولها لكم بس على السريع حتى المشاهدين يكونوا معنا في الأجواء وفي الحوار نفسه. أنه الدكتور يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ليش يعاقب النادي كامل أو الجماهير كاملين بسبب أشخاص رموا قوارير ماء، ويرى إن الآلية نفسها تتغير بحيث أن تكون في كاميرات ترصد من يعني يرمي قوارير الماء ويحاسب هو بشكل شخصي. أو الاقتراح الآخر أن يمنع دخول المياه في العلب داخل الملاعب، يعني دخول المياه إجمالا، وأنه فترة المباراة الساعتين أو الثلاث تكون بدون مياه. وأذكر يومها كنا نتحاور ومن ضمن الأشياء اللي طرحناها أنه ممكن مثلا في فترة بين الشوطين أن الشخص يطلع ويشرب ماء. الخيار الثالث اللي كان موجود وهو يعني تابع للخيار الأول بشكل قريب جدا، أنه تكون في كاميرات مخصصة لرصد الجماهير، والكاميرا هذه يعاد لها أو يعودون لها بعد كل مباراة لرصد الجماهير اللي عملوا أي شغب سواء رمي قوارير مياه أو غيرها، ويحاسب هو نفسه بعقوبات ينص عليها النظام ومنها عدم حضور المباريات. البقية عندك يا دكتور. شوف أحسنت والله يا أخي، أنت مريح يا أبو، أنت تريحني دائما، تقول الأشياء اللي بعيدها تدعيها. هو الفكرة ربط بس المشاهدين بما طرح قبل، يعني أنا اليوم عندي ست قضايا، ست موضوعات سريعة. لماذا طرحت الموضوع ذا؟ الحقيقة في صديق لي من العراق اتحادي، فكلمني مباراة النصر، قال يا أحمد وين الجمهور؟ قلت له والله كذا كذا، فاستغرب، قال يعني سكت. بعدين سألني مرة ثانية ليش ما في جمهور في الشباب؟ قلت له والله كذا كذا، قال يا أحمد كأنه السعوديين فاضين بس يرمون علب. الآن عربيا أقوى دوري عربي، الحكومة أنفقت فيه مليارات، وتجي اجتهادات في بعض اللجان التي أنا أصفها بقلة الخبرة ببساطة تحرم النادي ودخله وكذا عشان واحد. أول شيء أنه ما ودنا عربيا يأخذ عنا أننا حنا شغلتنا بس نرمي قوارير، هذا ليس في صالحنا، حتى لو أنه حصل الرمي يؤدب الفاعل لوحده. ثانيا أنا قررت من الآن مباراة الهلال جاي وأشهد عليه، حروح مدرج الهلال وحرمي قارورتين وحرم الهلال عشان أخدم الاتحاد. بسيطة، انت كيش دراك اللي رمى هذا يكون فعلا فعلا من جمهور؟ لما يكون من دس يا اخي، الفار اللي قاعد يجيب السنتيمتر في التسلل مو قادر يجيب واحد جثة يرمي قارورة. الشيء الثالث الاضرار المادية، انت تصور مباراة الاتحاد والنصر لا يقل عن نص مليون ريال انحرم منها الناديين، ليش؟ بحق من؟ بحق قارورة؟ ناس قاعدين يتحكون لجان ويقررون على كيفهم، يحرقون جهد سنة في الدوري، يحرقون ملايين الفلوس اللي تدفعها الدولة بقرارات ارتجالية. أول شيء هذا حل العاجز، زمان كانت وزارة الإعلام إذا ما عجبك تب تمنعه، المنع ما يجدي. شوف دكتور، بس عشان نكون واضحين في هذه الجزئية، هو القرار ليس ارتجالي، هو القرار بناء على لائحة نصت على كذا، لكن إحنا سبق وتكلمنا أنه نص اللائحة هذا يجب أن يتغير، يعني فكرة نعم. معاقبة الجمهور نعم. والنادي على رمي يعني علب ما من أشخاص، هذا أنا قلت لك افرض يا أخي ليست تعاقب لكن النادي. هي ما كانت عشوائية مش كقرار عشوائية يعني. قصدي أنها هي أصلا الفكرة ما بني على باطل فهو باطل. أنت الآن واحد في الروتانة هنا كسر لمبة أنا كفر الروتانة، هذه اسمح لي ما هي. طيب دكتور، احنا سبق وطرحنا الموضوع هذا وقلت أكثر من حل، الآن نبغى حل واحد أنت تقوله لاتحاد الكورة اليوم. هل منع دخول الماء ولا الكاميرات والمراقبة؟ كل الثنتين يا حبيبي، الناس تصوم 16 ساعة، خليهم يصوموا ثلاثة ساعات.
الشيء الثالث انه يا حبيبي موضوع انه الرمي هل اجدى، شوف دائما في الفقه عندنا العقوبه يقاس جدواها ام عدم جدواها، اذا ما اجدى الان انت مرتين ثلاثه وما زالت الناس ترمي اذا العقوبه ليست مفيده. رابعا وهو المهم العداله في العقوبات. كيف العداله في العقوبات؟ مثلا انه تصريح عشان ما نحدد قول انه حامد الاستاذ حامد البلوي اخطا وعوقب طيب في غيره ما حسمي احد انا في غيره اللي ما عقوب، ليه بعض العقوبات تطلع بسرعه وبعضها تتاخر؟ ما احنا ذهنيه مؤامره، انا ابغى جدول يقولون يا احمد بعد 6 أيام من كل مباراه حتصدر القرار عشان ما حد يظلم. تعرف الان المنافسه عنيفه والناس جاهزه للمعامله. يعني انت تشوف انه في اشخاص اخرين اخطاوا في تصريحات مشابهه ولم يعاقبوا؟ طبعا طبعا بلا شك، ما يمكن احد ينكر غير الكلام. الشيء الثالث قلت لك ال 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 المصدر المالي، الناس الآن تبحث الرعاية شو اسمه وزارة الرياضة حاطة بنود للحضور الجماهيري، الاتحاد لأنه الأول هو المتضرر أكثر واحد، مو الأندية الأخرى، الأندية الأخرى ما عندها جماهير، يعني بعض الأندية ما عندها جماهير ما تهمها، يعني أنت الحين لو منعتنا السفر إلى قزاقستان، أنت مالك في قزاقستان ما يهمك، لكن أنا لو أنا مواطن أو لي مصالح في قزاقستان حزعل، صح ولا لا؟ لا بس برضو إن شاء الله يحضر واحد في المدرج، العقوبة اسمها عقوبة على النادي، فالنادي يزعل من العقوبة نفسها ومن حقه من هذا هو. بغض النظر عن 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 مستوى جماهيريته، مع اني ارى ان كل الفرق هذه وجهه نظري اللي اتخذ في حقها قرار عدم حضور جماهيري كلها فرق جماهيريه من الدرجه الاولى وعندها والله لا تحدث حتى ما نسقط على نعم احد يعني. وانا اقول لك وانا لا اتحدث عنه، وانا اقول لك اللجان لا تستقصد الاتحاد كما يشاع، اللجان عندها قله خبره في التعامل مع الانديه كلها، هم ناس جديدين على اللوائح الجديده ولا هم فاهمين، لازم تكون الامور واضحه. طيب خلنا نوضح الامور الان في موضوع رمي العلب، نشوف انه موضوع الكاميرات، طبعا انا بالنسبه لي موضوع الكاميرات انك تمنع الماء لا، لان في ناس يحتاجون انهم يشربون، موضوع الكاميرات تمام. طيب في موضوع قرارات لجان الانضباط ايش الحل اللي تكون تقترب؟ واضحه طال عمرك وتكون ايضا مستنده على ما هو شخص لجنه، يعني مثلا حامد البلوي يقول اني تلقيت خبر حمد الله وانا في الطائره، هذا ما يمكن يصير في وزاره رياضه معقوله لها بنودها ولا. انا اقول لك يا ابو يحيى افضل شيء تحدد انه اي مباراه تحصل تعطي 72 ساعه مهله تصدر عقوبات، بعد 72 ساعه يعتبر لاغي، ترى هذا في كل دول العالم، انك انت تحط لك فتره زمنيه اذا ما نفذتها خلالها تسقط، اما كذا انا احك راسي والله افتح جوالي وانا نازل من الطياره حمد الله موقوف. انا ما اتكلم عن الاتحاد، انا اقول لك اللجان هي متخبطة مع كل الأندية، زي ما أنه الحكم الأجنبي متخبط مع كل الأندية، ما شفت أنا والله واحد فريق مستهدف وفريق مظلوم، كل الفرق مظلومة وكل الفرق انظلمت وكل الفرق ظالمة كمان كلها. هي الفرق ما ظلمت، هي يعني صارت أخطاء تحكيمية استفاد منها فريق وانضر فريق بالضبط، لكن نرجع ونقول زي ما قال أبو خالد الأمير الوليد أنه أنا ضد الحكم الأجنبي، لا صار كلهم يخطون فخلي ولد بلدنا يخطي يتحمل أكثر. هذا الحديث يعني هو حديث متواصل لما قبله على فكرة العقوبات ولجنة الانضباط، بعد هذا الفاصل بنلقاكم في المثل يقول وذات طاقة، خلكم قريب.